مش راح نسيبليو ما كنستهدفو نقطة بفوج كامل، راح نستغرقو وقت كبير وجهد كبير. حنا نقسمو الأفواج هذه، أنا من رأيي مبدئيا ثلاث أفواج، كاين اللي تخدم على نزال، كاين اللي تنقل البيضة أفواج، كاين اللي بالحدادة، إن شاء الله نحققو نتائج في القطاع تاعنا. زون بيضة برج يخرجوا معاهم لازون بيضة. هذا اليوم برمجنا مداهمة مشتركة على مستوى إقليم كتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين زال. ضرورة الاستناد إلى البعد الإنساني في تنفيذ القانون. النقطة الآن نأكدوا عليها هي ضبط النفس. القوة كاملة راح تكون تتجمع خارج بلدية عين زال. النقطة التجمع، من نقطة التجمع يكون هناك تقسيم القوات. اش بدو عكري اش بدو عكري Субтитры сделал DimaTorzok